صباح الخير لك من جديد بلال، وصباح الخير لنا وكل المشاهدين اينما كنتم. زي ما تفضلت لانا وبلال، بجوز في الاونه الاخيره بجوز اصبحت الناس كثير بتشكي من خط الباص السريع وازمات عمان، سواء في وقت ذروه الدوام او خارج اوقات الدوام. يعني صار في شويه ازمه بعمان، بيحكوا لك الناس من وراء الباص السريع، ولكن احنا اليوم بربطنا المباشر ومشوارنا الصباحي المباشر والجميل جدا بهذه الصباحات الجميله، حبينا نزور مشروع الباص السريع ومشاريع الباص السريع لنبين لأخواننا المشاهدين آلية عمل الباص السريع وأيضا المشاريع يقوموا فيها في مشاريع الباص السريع. طبعا معي المهندس محمد الجدوع، مسؤول العمليات في مشاريع الباص السريع. مهندس يعطيك العافية وصباح الخير. الله يعافيك، صباح الخير أخي رعد لك ولجميع الأخوة المشاهدين. بداية بنرحب فيك وفي مشروع الباص السريع، تحديدا محطة سويلح للركاب. احنا اليوم موجودين في نقطة انطلاق الباص السريع لاين 1 في مشروع محطة سويلح للركاب. محطة سويلح للركاب هي محطة رئيسية مساحتها 20,000 متر مربع، تتكون من 5 طوابق. باشرنا فيها بشهر 6/2018، مدة المشروع 2 سنين. إن شاء الله العمل فيها بيكون في عام 2020. نسبة الإنجاز حاليا فيها إحنا 72%. يعني مهندس، يعني سؤالي لك الآن، يعني أنتوا هاي أكبر محطة لمشاريع الباص السريع على دوار سويلح. يعني زي ما بنعرف انه دوار سويلح هو مفصل ما بين عمان العاصمه ومحافظات الشمال تحديدا، ليش اخترتوا سويلح ودوار سويلح؟ زي ما تفضلت اخي رعد، احنا سويلح هي نقطه التقاء لمجموعه محافظات مع عمان. احنا محافظه البلقاء وعندنا محافظات الشمال كلها بتلتقي على دوار سويلح، فالموقع مجمع سويلح هو موقع استراتيجي مشان نقدر احنا الاخوان القادمين من خارج عمان يعني يقتنوا يمسكوا الباص السريع من بدايه مشروع دوار سويلح. يعني ايضا مهندس، بجوز حتى بجوز المذيعين زملائي بالاستوديو بيحكوا بعض الازمه اللي بشوارع عمان او كل الازمه، يعني كل الحق حاطينه على الباص السريع. صراحه نتحدث الان بشكل شفاف لاخواننا المشاهدين، شو خطه الباص السريع وشو عمل بشوارع عمان وازمه عمان؟ احنا اول شيء الهدف الرئيسي من مشروع الباص السريع هو رفع مستوى الخدمات النقل العام. طبيعي احنا المسار اللي اخترناه اللي هو بطول 25 كيلومتر راح يعني في مشاريع انشائيه، بنيه تحتيه، اعاده انشاء للشوارع، في عندنا مشاريع جسور، في عندنا مشاريع انفاق. طبيعه العمل في هذه المواقع تتطلب انه يصير بعض الازدحامات المروريه. احنا في عندنا بعض المواقع تحويلات مرورية صارت فيها، فأي تحويلة مرورية يمكن تخلق بعض إرباكات السير ببدايتها. بس الحمد لله رب العالمين، إخوان المواطنين من ما باشرنا بالمشروع البنية التحتية شافوا تطور كبير، كل يوم في شغل. الموقع نفسه بتمر منه بتلاقي كل يوم تطور بالموقع هذا. فإن شاء الله إحنا مع نهاية عام 2020 نكون انتهينا من كافة مشاريع البنية التحتية للباص السريع باستثناء تقاطع طارق اللي راح يستمر لشهر 6/2021. يعني بشهر 6/2021 راح ينطلق الباص السريع. لا، احنا بنحكي كمشاريع بنيه تحتيه، مشاريع بنيه تحتيه، بعديها مرحله التشغيل الباص السريع. ان شاء الله في نهايه 2021 بيكون في تشغيل للباص السريع على ارض الواقع. كمحطه رئيسيه الان هي منطقه سويلح ودوار سويلح، زي ما حكينا هي عصب ما بين عمان ومحافظات الشمال ومحافظه البلقة. المحطه الثانيه مهندس وين ممكن تكون ووين راح يكون عصبها؟ لا، احنا في عندنا 3 محطات رئيسيه، في عندنا محطه سويلح الرئيسيه، وفي عندنا محطه في مجمع المحطه راح تكون نقطه التقاء مع باص سريع عمان الزرقاء، يعني راح تكون بالشراكه احنا وياهم. وفي عندنا محطه عند مبنى امانه عمان ساحه النوافير. هاي الثلاث محطات الرئيسيه، بالاضافه لهيك في عندنا محطات على طول مسار الباص السريع، يعني الباص ما بتوقف بحمل وبنزل ركاب الا بمحطات معينه متوفرة على طول مشروع الباص السريع اللي هم 25 كيلومتر تقريبا. وخلينا نحكي بشارع الجامعة الآن، من سويلح بنطلق إلى شارع الجامعة وضاحية الرشيد للاستقلال. نتحدث بهذا الخط، بطول هذا الخط سيدي، هي منطقة حيوية جدا، سواء من مؤسسات حكومية أو جامعات أو طلاب مدارس أو طلاب جامعات. نتحدث الأزمة هاي اللي احنا بنحكي فيها، شو بنطمن إخواننا المشاهدين إنه يعني إن شاء الله في المستقبل راح تروح هاي الأزمة؟ تحكي لنا بشكل مفصل أكثر مهندس. يعني احنا مشاريعنا البنية التحتية للباص السريع بتشتمل على شيء رئيسي، هو تحسين
تحسين خدمة الشوارع نفسها. يعني احنا اي تقاطع دخلنا فيه مش فقط انه نشتغل باص سريع، احنا رفعنا من مستوى البنية التحتية كتصريف مياه امطار، احنا وجدنا حلول جذرية على التقاطعات المرورية. يعني احنا لما نيجي على جسر المدينة الرياضية، جسر المدينة الرياضية يحتوي على جسرين رئيسيات لحركة السير، جسر بخدم السير القادم من شارع الملك راني العبد الله باتجاه شارع الشهيد، وجسر بخدم السير القادم من دوار الداخلية باتجاه شارع الشريف ناصر بن جميل الشميساني. فاحنا يعني الهدف الرئيسي من التقاطع هو حل مشكلة مرورية لمشكلة السيارات، يعني الجسرين هذول للسيارات. كذلك مثلا تقاطع الدوريات الخليجية كان في جسر للسيارات بتخدم السير القادم من دوار صويلح باتجاه جبيهة، عندنا شارع الشريف ناصر بن جميل في عندنا نفق وفي عندنا جسر، النفق برضو بخدم السير والجسر بخدم السير. في عندنا تقاطع طبربور، احنا عندنا نفقين والنفقين بخدموا السير القادم بين عمان والزرقاء والسير بين بسمان وطارق. فاحنا يعني مع نهاية مشروع الباص السريع احنا في عندنا حل مشكلة ان شاء الله بيساهم بحل مشكلة النقل العام، رفع مستوى النقل العام، وفي عندنا حلول مرورية لتقاطعات السير. يعني انا يعني كل حركة السيارات ان شاء الله راح تتحسن في هاي التقاطعات المرورية. بشر المواطنين والمشاهدين راح تخف الأزمة عمان بعد الباص السريع ان شاء الله. سيدي احنا زي ما حكيت لك كبنية تحتية بنهاية 2020 راح تنتهي كافة المشاريع باستثناء طارق. فاحنا الاخواننا من اليوم وطالع راح يلمس وتحسن، لانه احنا بلش يعني في مشاريع شارفت على الانتهاء، مع نهاية العام بكون كل المشاريع انتهت عندنا البنية التحتية، فان شاء الله راح يلاحظوا تحسن كبير في حركة المرور في شوارع عمان. مهندس محمد، انا حاب رسالة منك اخيرا الان الى كل من بيشوفنا من خلال نافذة برنامج يوم جديد وعلى الهواء مباشرة. سيدي يعني انا بحب اوجه رساله لاخواننا المواطنين، انه احنا باشرنا بالمشروع من 3 سنوات، يمكن كان في تحديات كبيره عندنا واهمها تحدي الازدحام المروري. احنا بنشتغل داخل المدينه وداخل شوارع عصب بالمدينه وشريان بالمدينه، فهم تحملوا الازدحامات المروريه اللي صارت، واحنا بنحكي فات كثير من المشروع وما ظل الا هالسنه هاي، وان شاء الله كل الامور ترجع زي طبيعتها واحسن ما كانت اول. والهدف الرئيسي من مشروعنا هو خدمه المواطنين ورفع كفاءه النقل العام عندنا في مدينه عمان. شكرا لك مهندس محمد جدوع، مدير مشاريع في مدير عمليات مسؤول عمليات في مشاريع باص سريع. شكرا لك ويعطيك العافيه. العفو، الله يعافيك. هلا خير. لأن مشاهدينا الكرام، زي ما سمعنا المهندس محمد الجدوع والحديث عن هذا المشروع الكبير، المشروع الوطني ويخدم الوطن والمواطن دائما، مشروع باص سريع. يعني بجوز عمل شويه ازمه بشوارع عمان، او مش بجوز، اكيد عمل ازمه بشوارع عمان، ولكن زي ما سمعنا المهندس محمد حبينا اليوم نكون موجودين معكم من مشاريع باص سريع لنبين لاخواننا المشاهدين كيفيه العمل في مشاريع باص سريع، وايضا نسبه الانجاز وصلت بجوز 72% زي ما تفضل مهندس محمد الجدوع. الان راح ارجع الى لانا وبلال لاستكمال فقرات برنامج يوم. شكرا لك ويعطيكم الف عافيه.